اهلا يا اهلا ولا رضا. ايوه اجي اسطع عينك بسرعه سيبي في ايدك. ماشي حاضر. اهلا وسهلا. انا كمان قلت يا ربي يا ربي، هو مال نور المحل زاد فجاه كده ليه؟ اذا كان انا عينيا زغللت من كتر النور. يا سلام عليك يا حاج على كلامك الحلو. ولا الكلام الحلو اللي انت كاتبه في جوابك؟ قريتي؟ قريته. وعجبك؟ عجبني قوي يا حاج، وهو ده اللي جابني على ملا وشي لغايه هنا، وجايبه لك معايا طبق محشي حشيته لك صباع صباع وانا بقرا في جوابك. الله 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 عليكي، وانا كمان زي ما اكون قلبي حاسس، ما فطرتش ولا بعت عين من عيالي جيب لي سندوتش زي كل يوم، ولسه هحس بالجوع لقيتك قدامي بطبق المحشي المصبع. لا محشي ايه ده، انا جايبه لك كمان معايا جوز حمام يستاهل بق. اللهم صل على كامل النور، اهو ده الغذاء ولا بلاش؟ اديني. اديك ايه يا حاج؟ جوز حمام. ايوه ايوه مظبوط صح كده. بص بقى، انا عايز التقارير دي كلها تتبعت بالميل بكره الصبح على المصنع. انا كلمتهم هناك وفهمتهم كل حاجه. وهناء تتابع معاهم، فاهمني زكي؟ ايوه ايوه. وانت اسمعني يا زكي بقى، اسمعني، انا مش عايز مخلوق يحس بحاجه. ايوه ايوه السر منه صح كده. يلا سلام عليكم. القمر تعالى ليه؟ ايه الجميل ده؟ ايه يا حبيبتي بتعيطي ليه يا بابا؟ انا اتبهدلت واتمرمطت في البيت قوي يا حاج قوي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الستات بتوعك دول بهدلوني يا حاج. انا عايز اقول لك كلمتين كلمتين بس. انا عندي استعداد اقعد معاك في اوضه فوق السطوح من غير لا ميه ولا نور، بس تقعدني هنا ابوس رجلك؟ لا والنبي مشيني من هنا ابوس رجلك. يا خبر ابيض، ايه اللي حصل؟ حاجة دول كانوا عايزين يقطعوا لي شعري، شفت الغل وصل بيهم لحد فين؟ قطعوا لك شعرك ازاي؟ غل حريم، غل حريم يا حاج، وانا غلبان يا حاج ومش عارف اسد معاهم، والله والله ما عارف اسد معاهم. بس ايه تحب يقوم دلوقتي اوريهم شغلهم المظبوط؟ وريهم شغلهم المظبوط. انا عارفه ان انت مش بترضى بالظلم ومش هتسيب دلال حبيبتك تبات وهي حقها ضايع كده وسط الستات المتفحشين. يا خبر خلاص عينيا النهارده دلوقتي حالا، بس وريني الضحكه الحلوه. اي احلى. اي كمان. اي يا حبيبي انا يا حبيبي يا حبيبي انا هوريهم لك دلوقتي. يلا. اللي انتوا بتعملوه ده هيودينا كلنا في داهيه، وانا خايفه يا اختي الحاج هيطق في دماغه ويطلقنا وانا هبقى اولكم. لا اسكيوز مي بقى يا اختي، ولو سكتنا برضك هيطلقنا، وفي يوم من الايام هيجيب لنا واحده ان شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله هتخليه يرمينا في الشارع كلنا رميه الكلبه. البنت سميحه بتتكلم صح، وبعدين احنا كنا بنفش غلنا ولا عايزين نموت في حضرتنا؟ لا يا اختي بعد الشر عليكم، بس ما ينفعش بالعنف كده. يا حنينا يا بنت، واحنا عملنا حاجه دي كلها كده زغزغه قرصة ودن على الخفيف؟ وبعدين يا حبيبتي المسمار هو اللي شد شعرها مش احنا. المسمار انا سمعت مسمار. هي البنت دي بتقول مسمار؟ انا قلت سونار. سونار يا حاج وكلامها الشريفه اسم الله على مقامك ودارك مالها. سونار على دماغك ذنبها ايه البنت اللي تحت؟ تعملوا معاها كده ليه؟ ليه؟ ما تعملش نفسك كده يا اخويا هيجرالك حاجه. كلمة واحدة ولا عايز اسمع صوت ولا نفس، اللي هقوله هتعملوه مفهوم؟ مفهوم. والنبي يا اختي ما تزعليش مننا، احنا مش قاصدين نزعلك، ده انت حبيبتي. تعيش يا انهار. يلا يلا ماي سيستر. ريلي ريلي انا بحبك قوي. ها
بتقول ريري تتكلم انجليزي. عسل. لا ايه حكايه حكايه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفى الله عما سلف، واحنا كلنا اسره واحده. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. ها صافي يا لبن؟ حليب يا قشطه. لا تاني تاني تاني، كلنا مع بعض كلنا. صافي يا لبن؟ حليب يا قشطه. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي كلها؟ يا ربي كله عبارات كده يا ربي. الحمد لله. دلوقتي بقى نلعب اللعبه. ايه ده؟ هنلعب كلنا مع بعض لعبه ايه دي يا حاج؟ امال بقى يا ستي، سلو عيلة الصياد على مر العصور والزمن. لما نبقى في مواقف حرجة زي دي نقوم نلعب لعبة. أيوة. أنا أسأل سؤال واللي تجاوب صح هي يا أختي تبقى بطلة الليلة. مظبوط يا أختي. ما شاء الله، فهمتي؟ سؤالك يا دلال. مبروك عليكي يا دلال. إيه يا نهار ده؟ ايه يا اخوي؟ مفيش هنا كوسة ولا محسوبية، مفيش الكلام ده. هنا كله بما يرضي الله. سؤال بجد. طيب اسأل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يطلع صح، يا رب يطلع صح. خالك اسمه ايه؟ ألف مبروك عليك يا أختي دلال. تصبحوا على خير. مكتوبة لك ومكتوبة لي. هو طول عمره كده، لما يبقى له مزاج في واحده وعاوز يبات معاها يقوم جامعنا ولعب معانا اللعبه دي، واللي عايزها بيسالها اسهل سؤال. هو مش امبارح عمل معاكي كده؟ مش سالك اسم خالك ايه؟ اه فعلا حصل ده. لو النعمه من كتر سهوله السؤال كنت حاسه ان لساني هيتعقد وما هعرف اجاوب. احنا عشان عارفين ان هو بيعمل كده عشان ما يزعلناش بنطنش بنحاول بنلعب معاه ونعمل نفسنا مش فاهمين حاجه. انت عرفته مش كده؟ اه اشمعنى؟ اصل انا يا اختي بحس كده انك اقرب واحده ليه في البيت ده. فعلا هو طول عمره يقول انت زي امي. لا يا اختي اخس عليك، انا مش قصدي كده، انا قصدي يعني ان انتوا طباعكوا كده تحسيها فيها من بعض. يعني عارفه يا انهار او الحاجه فواز ده في ميزه غريبه قوي، تبقي مش طايقاه ومتضايقه منه وزعلانه منه، بس في نفس الوقت ما تعرفيش تكرهيه. وانت بقى فيكي نفس الموضوع، وانتي عارفه انتي عملتي فيا ايه من ساعه ما اتجوزت الحاج فواز. وريتيني النجوم في عز الظهر، وريتيني ايام اسود من قرن الخروب، بس في نفس الوقت والنعمه في حاجه جوايا كده مخلاني مش عارفه اكرهك، بالعكس مخلاني عايزه اتشعلق في ديلك اكتر. انتي جدعه قوي. تعالي. هقول لك على حاجه وما تسالنيش. حاجه ايه دي؟ بلاش تشربي العصير النهارده. الله الله يا حاج، الحكايه دخلت في الجد والتدبيسه جت على مزاجك اهو. والله يا حياتي يا بنتي انا فكرت في الموضوع كتير كتير قوي، ولقيت ان الجوازه دي ممكن تعمل اللي ما قدرتش تعمله جوازه اخوكي بانهار. ما انا يا بنتي نفسي الم شمل العيله دي. ايوه، واعمل اللي ما قدرش عليه المرحوم اخوي. والله عين العقل يابا. انا يا بنتي جوزت اخوكي فواز مع نهار وهو صغير قوي، انما منهم لله بلاد عمك ما سابوناش في حالنا، قعدوا يحفروا لنا في مصايب ياما. يمكن جوازتي بقى من امهم تهديهم وتريحنا كلنا. كل ده يتدبر، اهم حاجه انك نويت وان فكرتي دخلت مزاجي، عشان تعرف بس بنتك دي بنت راجل. أنا بنتي بألف بنتي زي القمر. ربنا يخليك لي يا رب. ربنا يسعدك أنت يا بنتي. الشاي يا حاج. شكريني يا بنتي. أنت سماح؟ خدمتك يا سي الحاج. سماح بقى يابا شايلة من عليا أيام، من ساعة ما جت نوها ما بتنامش إلا في حضنها. ما هو باين عليها. أنت منين يا بنتي؟ أنا من بلد صغيرة كده، نواحي الشرقية. روحي انتي دلوقتي يا سماح. حاضر يا أب. بنت عيلة يابا. جوزك فين؟ جوزي راح يقعد مع أهله شوية. طيب حطي عينك على البنت دي،
عمري ما يسلمش يا بنتي. المثل بيقول حرص ولا تخون. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ يا بنتي مش قلقان ولا حاجه. البنت لسه صغيره، ممكن اي حد يضحك عليها بكلمتين. عشان كده بقولك فتحي عينك كويس قوي، اهمنها تخلي بالك منها وعليها. طب بقولك ايه، انت هتروح تكلم مرات عمي في التفاصيل امتى؟ مش دخل مرات عمك في الشغاله دلوقتي. نهار اسود، الجواز يا حاج انت نسيت ولا ايه؟ لا ان شاء الله قريب، قريب قوي. شايفاكي يعني راضيه عنها؟ خلاص اوام كده بعتي القضيه. مش هي دي برضو اللي لسه مقطعه لها شعرها؟ نسيتي فجاه كده بقت واحده مننا؟ يا بنت انت ما بتبطليش حدي. البنت طلعت طيبه وغلبانه، اعمل ايه؟ اموتها؟ وبعدين مش انت صاحبه الخطه العبقريه بتاعتك؟ مش انت اللي قلت نحبلها عشان نخلص؟ ايوه انا قلت كده، بس ما قلتلكيش تبقى واحده مننا. انت ناسيه فرصتها لينا ولا ايه؟ يا بنتي يا هبل، علشان الخطه بتاعتك تتنفذ لازم شويه محبه، شويه مسايسه، شويه هدهده. ما تقولي حاجه يا اختي. انت يا ست خليكي معانا. انا معاكوا اهو يا اختي. والنبي يا اختي ما هي ناقصه قلبت وش على الصبح. خايفه من اخره اللي بنعمله ده يا سميحه. لهوي، هو احنا نقول طور تقولي حلبوه؟ انت مخك متركب ازاي شمال؟ انت مش شايفه احنا مش طايرها ازاي؟ احنا لو ما عملناش كده كل يوم هيطب لنا بواحده. ايوه يا هدى، وبعدين اصل يا اختي ده كان ضايع خالص، لازم يتهد شويه. مش عارفه ليه قلبي مقبوض ومش مطمنه. وايه الجدي؟ انت يا حبيبتي على طول كده فقاريه وتحبي النكد. لا مش نكد والله يا سميحه، بس بس ايه يا هدى؟ في ايه يا اختي خوفتيني؟ فواز يا اختي ما ينفعش مع العند، واللي احنا عملناه ده اخرته ممكن يركب دماغه يا اختي ويجي علينا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، قال يعني يا اختي هو مش جاي علينا، ده هرينا. معلش يا هدى، ما هو اصل خلاص يا اختي حصل، هنعمل ايه؟ ربنا حيف، ما تخافيش. يا رب يا رب استرها يا رب. ازيك يا سمسة؟ الف سلامة عليكي يا ام. مالك حضرتيني عليك؟ مش عارفه بقى تغيير الجو. سلام. ايوه حط الحاجات دي هنا الله يكرمك، اوعى حاجه تتكسر. انزل انت بقى استنى تحت وانا هبعت لك الشاي بتاعك. ايه اللي انت عاملاه ده كله يا بنتي؟ ما تكلفش نفسك كده ليه؟ ياما دي حاجات بسيطه، انا جايبه لك هدمتين ليكي وللعيال وكمان شويه حاجات كده لوازم البيت. اوعى تكوني ده دلال يا حبيبتي، نسيتي خالك يعني؟ ودي تيجي برضه يا خالي، جايبه لك الكراسين اللي عينك عليها. الله ينور عليك. والله يا بنتي البيت ما ناقصه اي حاجه، ده انا طول ما انا قاعده ادعي لك ان ربنا يهدي سرك يا رب ويقدرك على الضراير اللي عندك. لا بالحق يا دلال، انت عامله ايه مع ضرايرك؟ هكون عامله ايه يعني؟ اديني ماشيه بالنصايح اللي انت قلت لي عليها، يكشف هما بس يخرجوني من دماغهم البعد ده. السي الحاجه عامل ايه؟ كويس، بس ما بيقعدش في البيت خالص بقى، على طول قاعد في الشركه. الله يكون في عونه ويقدره يا بنت. والله العظيم الواحد ما قصر مع الراجل ده، مش الواجب برضه الواحد يوده لحسن يقول علينا ولادات الاصل. الا ما قلتليش يا دلال، هي عنوان شركته ايه؟ يا ابو سهل يا رب. هما مش ناقصكوا خالص بيت ولا ايه؟ وش ملوش اي لازمه. لا مؤاخذه يا حاج، هو الراجل اللي انت كلمته هناك قال لك انه هيتصل بيك اكيد النهارده. الراجل ده سعودي اصلا، وراجل محترم وخدوم وصاحبي جدا، وعلاقته بيهم كويسه جدا، وهو اللي استلم التقارير، هو اللي هيكلمني النهارده دلوقتي كمان، وعيده مظبوط انا عارف، انا متاكد. ان شاء الله خير. خير ان شاء الله يا ابني. بس كان لازم نبلغ يا حاج، الحكايه واضحه زي الشمس انها بفعل فاعل، ولازم نعرف مين اللي وراها. لو في حد غرضه انه يؤذينا يبقى هدفه ان احنا نبلغ. ليه؟ ليه يا حاج؟ ليه؟ عشان سمعتنا تتلط، ولما سمعتنا تتلط يبقى هو كده نجح في هدفه، ده غرضه، لكن انا مش هناوله الغرض ده، وقسما بالله قسما بالله ما هسيبه. ايه ده فواز؟ ايه ده يا ابني؟ احنا نخلص من المشكله دي الاول وبعدين يحلها اللي لا بيغفل ولا بينام. ونعم بالله ونعم. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي يا شيخ، والله وحشني جدا جدا، ربنا يبارك لك.
ربنا يخليك، جزاك الله. طمني. لحظة واحدة. خلاص. لحظة واحدة، اكتب الأسامي وراك اهو. قول لي. ايه؟ ده هندي ده ولا ايه؟ والله؟ وفي الآخر مجيد. ماشي تمام. وهخلي النمرة معاه، لو في حاجة برضو ولا حاجة أكلمك. جزاك الله كل خير يا شيخ، ربنا يخليك. في رمضان بقى بإذن الله. أبشر طال عمرك. الله يخليك. ماشي يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا شيخ. مع السلامة، مع السلامة. زكي عمر حاج. خد يا حبيبي الأسامي دي وتطلع بكرة في أول طيارة الصبح. تجيب الناس 24 ساعة تكونوا هنا. حاضر. يا ما أنت كريم يا رب. هيجوا يصلحوا المكن؟ يجوا إيه؟ المكن اتصلح خلاص. يا سلام، إزاي يا بالتكنولوجيا يا حاج؟ ما هي دي التكنولوجيا. احنا بعتنا لهم تقارير، قلنا لهم عندنا كذا، عرفوا من هناك المشكله فين وهيصلحوها من هنا. من هناك برضو؟ اه. يا سبحان الله، يا سبحان الله، سبحان الله. ما انا قلت لك راح اتعلم تكنولوجيا يعني. نبعت شحاته. نقوم يا حاج نصلي ركعتين شكر. يلا يا ابني. الحمد لله. يلا بينا كلنا، كل الشركه تصلي ركعتين. الحمد لله. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. يا خبر يا خبر، كل دي هدايا؟ ده كتير قوي كده يا حاج وملوش لازمه. اللي بتقوليه ده بس يا خالتي، واحنا عندنا كام حسنات. وبعدين انتي عروسه بقى ولازم تتدلع. اتدلع؟ احنا كبرنا على الحاجات دي بقى يا حياتي يا بنتي. لا 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 لا، الكلمه دي بالذات ما بحبش اسمعها منك ابدا. ايه كبرنا وصغرنا؟ ما كله بتاع ربنا. وبعدين طول ما فينا نفس يبقى نعيش ونستمتع بالدنيا. الله الله عليك يا حاج، ايه بس الكلام الحلو ده؟ طب والنبي انا دماغي لفت وقربت ادوخ. طب يا بنت الحركات بتاعتك. لكن انت مش شايف انك انت مستعجل شويه يا حاج؟ قصدي يعني بقى بعد كل ده وتيجي مستعجل حسنات. يا خالتي يا خالتي، خير البر عاجله بقى الله. ما انا ما قلتش حاجه، بس برضو يعني بعد العمر ده كله اسيب ولادي واسيب بيتي ايه بيتك وبيتي؟ بالعكس بقى، بيتنا هو بيت العيل. وانت ما شاء الله عيالك كبروا وبقوا رجاله بشنبات، بقوا شحوطه وكلها بكره ولا بعده هتلاقي كل واحد فيهم واخد عروسه في دراعه ورايح على بيته. وبعدين يعني مين قال انك هتسيبيهم؟ ما انتي كل يوم والتاني هتشقري عليهم برضو عادي. والبيت بتاعك ده مشاكله كتير، تنكيس وجع دماغ. تخلصي من قرفه بقى. بس عمرو ابني لسه بيذاكر، ما اقدرش اسيبه. لا لا لا، عمرو بالذات. انت عارفه عمرو بالنسبه لي ايه؟ ما تقلقيش من عمرو، ليك عليا انا هقنعه يعيش معانا. يا خالتي يا خالتي، يلا بقى خلصي. والنبي عاوزين نفرح شوية. قلت ايه يا عروس؟ اللي تشوفوه بقى. خلاص، يبقى نكتب وندخل بعد افتتاح المول على طول. ايه ازغرت؟ لا. ايه؟ لم الحاجة. لا 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 استنى، انا اللي هزغرت. يقولي يا واقعة. يا حياة حياة حياة. أبو الحياة مش هنا، قال لي إن أنا أقول لك إنها نزلت كده مشوار مع الحاج منى. وأنت بتعملي إيه هنا؟ أنا بنضف البيت بس. وحياة النبي لألم لك الدنيا دي حالا. ويعني ما لقيتوش غير يوم أجازتي عشان تنضفوا فيه البيت؟ معلش يا أستاذ علي، حقك عليا حقك عليا، ألم لك الدنيا دي حالا. يا ست اللي عليا ولا عليكي، إذا كانت صاحبة البيت مش في دماغها يبقى أنت اللي مش هتقلبيني البيت. معقولة؟ ما قالتش هتيجي امتى؟ هي قالت انها مش هتتاخر. احضر لك الغدا؟ ها؟ كل حاجه جاهزه على التسخين. لا انا هستنى حياتي تتغدى سوا. ليه؟ ده انا مفصله صاله.
بقولك ايه، رحت على البنك عشان اصرف الشيك، قالوا لي فيه مشكله بالانبار. شو بتقصدوا بها الحركه يا اوادي؟ ده رد بسيط على عامله ما كملتش، وفواز رجع يشتغل تاني واحسن من الاول، يعني مفيش اي اثر سلبي من العمليه اللي انت عملتها، فكان لازم الشيك يقف. يعني انتوا كنتوا بتقصدوا انه تحطوا تاريخ مأجل للشيك 15 يوم؟ ليه؟ عشان تطمنوا بالاول؟ والله دي اصول الشغل يا ميسي وسليم. المهم انا اللي علي عملته، ومش ذنبي انه هو عرف يحل مشاكله كلها. على العموم لو عاوز تكمل معانا لازم تفكر ازاي تعطله، ولو عملت حاجه ونجحت هتلاقيني قصادك. مفيش، مش هتشوف وشي تاني يا ميسي سليم، ولا هتعرف توصل. ايه بسيطة يا ادمي، جبل على جبل ما بيلتقي، بس بني ادم مع بني ادم كل يوم بيلتقوا، وحشوفك عن قريب يا ادم. اتفضل يا حاج. جي بقى كل الاسامي اللي احنا كلمناهم عشان يحضروا الافتتاح، بما فيهم المحافظ عشان يقص شريط مع حضرتك. حلو حلو امجد كويس. والصحافه والتلفزيون كله معمول حسابه وتحت السيطره يا حاج. وانا ما بقلقش غير من ثقتك دي يا شحاته. ليه يا حاج؟ وانا كنت قصرت في حاجه يعني؟ قصرت؟ ده انت ياما قصرت. افكرك يا شحاته؟ ده انت تاريخ، ده انت بتطب اول ما تشوف حاجه زي لوح الخشب المربوط بصواميل سايبه. اعمل ايه يا حاج؟ مش بايدي بسخسخ. مفيش حاجه بيسخسخ؟ قسما عظما يا شحاته، لو سكسخت بكره في البتاع اللي هنبقى فيه ده لاكون مسكسخك في سقف البتاع، وهتكون نهايتك. هقول لك ايه هنا. مين انت؟ عايز ايه ده؟ خليه يدخل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. استغفر الله العظيم يا رب. طب بعد اذنك يا حاج اروح اكمل بقيه شغل عشان مفيش وقت. اتفضل يا سكسخه. اهلا 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 اهلا. نقول لك اتفضل بقى يا اسطى محروس، ولا يا حاج محروس بعد النيو لوك اللي انت عامله ده؟ من بوقك لباب السماء يا حاج. والله العظيم انت مكشوف عنك الحجاب. ما هو صح، لما انت ما يكشفش عنك امال هيكشف عن مين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده كله الله اكبر الله اكبر. اهدى شويه يا عم محروس، ما تخش عليا بالناشف كده. ايه ده 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 احنا غلابه وجنب الحيط. ما تقلقش يا حاج، انا عيني مش ذكر، وبعدين انا على طول ماسك الخشب اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. تشرب يا حبيبي. والله العظيم يا حاج شايف لك رؤيا امبارح، ربنا يجعلها من حدك ومن نصيبك. خير خير خير، اللهم اجعله خير. كنت انا وسعادتك قاعدين في حته وهسه كده وبرحه وكلها خضار، وقدامنا من طيبات الله بقى، وقاعدين انا وانت مشمرين وبنلوك. هناء ابعت تجيب لنا مشاوي. الله. حمام وكفته. الله. وهات العم عبده شيش طاووق عشان بيحبه. ماشي. عصير فريش؟ ايوه. عصير فريش كمان يا هناء. شكرا. ايه يا حبيبي؟ ليه بقى مكشوف عني الحجاب؟ اصل سعادتك لما قلت لي يا حاج حسيت انك قفشت الحلم اللي عايش جوه يا طول عمره. سبحان الله. وانت نفسك تحج يا محروس؟ امنيه؟ امنيه يا حاج من امنيات كتير عايشه جوايا. بس هنعمل ايه؟ الايد مش طايله. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تقلقش يا محروس، الرزق موجود وربك كاتب لكل واحد نصيبه. والله يا حاج نفسي نفسي يا حاج ربنا يكرمني ويبقى كتفي في كتفك في كل حته يا حاج. لا 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 لا، اقعد يا محروس. نفسي ابقى دراعك اليمين يا حاج، ابقى دراعك اليمين اللي يشيل عنك اي حاجه وحشه يا حاج. والله جربني جربني يا حاج، والله العظيم ما هتندم يا حاج. جربك ازاي يا محروس؟ لا يا حاج جربني ابقى دراعك اليمين، والله انا لا لوبه واعرف في كل حاجه، اعرف في الكفت يا حاج. اقعد يا محروس. وغير كده حاج. عجينة. لا اله الا الله. والله عجينة طرية تشكلها زي ما انت عايز، حطها في اي قالب تطلع زي القالب بالظبط يا حاج. لا اله الا الله. اقف كده يا محروس. اهو يا حاج. اتفضل استريح يا محروس. قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله. مبروك عليك دراعك اليمين يا حاج. سيبك منه، دي فنجرة بق. لا راجل وشه مكشوف صحيح وكلح كلاحة. ما هو شاف مروان. وهو ايه اللي كان جابه من اساسه يا حاج؟ بيتمحك، عايز يطلع بأي مصلحة. يا ساتر على البشر،
كل واحد بيجري ورا مصلحته. الناس معذورة يا يحيى، بتتعلق في قشاية. مفيش أي حاجة في الدنيا تبرر الطمع. الحوجة تخلي الواحد يعمل أي حاجة، يمكن الراجل محتاج. ما تديله يا عم فواز، هو أنت اللي عندك شوية؟ ده أنت مكنز على قلبك رزم رزم. إيه اللي بتقوله ده فريد؟ ده شكله اتسطل. أنت هتخرف بقى ولا إيه؟ أنا لا بخرف ولا اتسطل، ولا أنتوا حاضرين على المتهم؟ افتكرت، أنا نسيت المثل اللي بيقول اطعم الفوم تستحي العين. لا ده أنت زودتها قوي. زكي مش هنمد ايدينا على بعض على اخر الزمن. اهدى اهدى، فريد شكله اعصابه تعبان. معلش يا حاج فواز، اصل الزهر الصنف اللي شاربينه النهارده ده شكله مغشوش على اخر. حقك علينا يا عم فواز، ما تطلعش في البخاري يا زكي، كلمتين وترمى يا عم الصف وتعادي يعني. بقول لك ايه، تعالى شم هوا جوه. اوعى انت. شايف الهباب ده بيوصل لايه؟ لا يا حاج، انت عارف ان الهباب ده عمره ما حوق فينا، هو الواد سماوي وطول عمره عينه على في ايد غيره، زي اللي راكبه شيطان والعياذ بالله. يا ابني ما هو الهباب ده هو اللي بيفتح الباب للشيطان انه يدخل ويركب الدماغ. هم دول اللي ربنا قال عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الذين نسوا الله فانساهم انفسهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مش عارف انك بتكرهني كده يا سفريد. مش عايز تتكلم معايا كمان؟ مش عايز اتكلم معايا حد خالص. ليه يا ابني؟ في ايه؟ ما تفضفض معايا، ده احنا اصحاب. عمرنا ما كنا اصحاب، لان انت من طينه وانا من طينه تانيه خالص. تصدق الكلام ده؟ كلام الافلام اللي انت عمال تحكي ده؟ سيبني في حالة فواز. انت بتكرهني يا فريد؟ انا مبقاش عندي طاقة لا احب ولا اكره. كلامك بقى على المتغطي. انا سبت الناس قاعدة بره لما لمحتك واقف لوحدك، قلت اجي اقف معاك افضفض معاك تحكي لي اطمن عليك يعني. اطمن عليا ولا خايف على نفسك من الحسد؟ قلت اكسر عينه باي حاجة. أنا فاهمك يا فواز، الدماغ الحلوة دي ولا صاحبك اللي خدته في ظلك وقال الصنف مخشوش ما يقصدش. والله يقصد، ما تفرقش معايا. مالك يا ابني؟ فيك ايه؟ فيك ايه؟ قول ما فيكش ايه. انت فواز عايش في دنيا تانية خالص، مش حاسس بحد، متجوز بدل الواحد أربعة وعايش في قصر وعندك فلوس لو وقفت عليها تشوف الهرم زي ما بيقولوا. ما وصلتش لسن الأربعين من غير جواز ولا عين، ما نتعتش في كلية أربع سنين عشان تبقى محامي مشهور، وآخرتها موظف كحيان في شركة تعبانة. ما اتكومتش في اوتوبيس من الزحمه واتدست بالجزم، مرشت الحشيش عشان تنسى. عرفت فيا ايه؟ وعرفت ان احنا عمرنا ما هنبقى اصحاب. ما علينا اصحاب يا فواز. بصيت في عينيه حسيت اني خايف، خايف منه ومن عينيه. عينيه بتطق شرار يا نهار. يا ساتر يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. مع انه صعب عليا وكلامه هزني، مش عارف ليه الناس بتبص لي البصه دي زي ما يكون انا الوحيد اللي ربنا اداله. استغفر ربك يا حاج. استغفر الله. ما تقولش كده، ربنا ما بيديش البني آدم
غير على قد تعبه وشقاه. وانت يا اخويا ما وصلتش للي انت فيه ده بالسهل. واللي عينه راضيه قادر ربنا يبعده عنك وبشره وبسواده. مش عارف على ايام المحروس الطمعان ولا سليم اللي زمانه عمال يدبر لي معرفش بيدبر لي فيه، ولا فريد اللي مليان غل من ناحيتي، ولا اخواتك، ولا مين، ولا مين يا نهار. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. ما تفكرش في الحاجات دي يا حاج، العين ما بتكرهش غير اللي احسن منها. وبعدين اللي نبو ازرق يروح يقض بيه صباعه. وانت ما تحطش في بالك، غمض عينك وصفي ذهنك وارمي ورا ظهرك، ما تفكرش في كل الحاجات دي. ان شاء الله كل حاجه هتبقى خير. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. تصبح على خير يا حاج. تصبح على خير يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج فواز موجود؟ موجود يا فندم. في ميعاد؟ في ميعاد وهو مستنيني جوه. طب لحظه واحده. خير؟ ما بيردش. مش انت بتقولي انه جوه؟ جوه. طب معلش لحظه واحده. طب بسرعه ارجوك. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك أنت وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. خير يا هناء؟ تقبل الله يا حاج. منا ومنكم. الأستاذ حنفي بره عايز يدخل. خليه يتفضل. اتفضل. استغفر. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. السلام عليكم. الله. حرمني حاج. جامعني يا حبيبي. اتفضل اتفضل. بتصلي يا استاذ حنفي؟ ها؟ الصلاة مهمة يا حنفي، مهمة. حتى لو بتعمل حاجة لا سمح الله كده ولا كده برضه صلي. إلا الصلاة، اوعى تقطع الصلاة أبدا. حاضر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحمد لله، الحمد لله. هو أنا لازم أروح يعني المؤتمر ده؟ الو يا ندى، انت وصلتي ولا لسه؟ يا افطه شكلها حلو قوي. انا ده لسه واصل. ايه ده؟ ايه ده؟ انا واصل. انما لسه ما ابتدوش. ايه قله الذوق دي؟